اوكي تعالوا نحكي عن الايفون 16 و16 برو ونتعرف على اهم المميزات اللي راح تحصلها هاي الموبايلات وشنو هي الشغلات اللي راح تفرقها عن الاجيال السابقه واذا كان تستحق الشراء او لا، خصوصا اذا كان عندك موبايلات من الاجيال السابقه ال15 ال14 او حتى ال13. بالنسبه لي اشوف انه الايفون 16 العادي مو البرو حصل على مميزات اكثر هاي السنه عكس الاجيال السابقه، من شان البرو هو اللي يكون الرابح الاكبر من كل سنه، لكن هاي السنه اشوف انه الايفون 16 العادي هو الرابح الاكبر من هذا المؤتمر، والخصائص الجديدة اللي حصل عليها إذا كانت من الايفونات السابقة ولا كانت من الايفونات الحالية أو أنه في الشغلات خاصة به هو اللي راح تخليه يكون مميز. لذلك تعالوا نتعرف أول شيء على الايفون 16 العادي وال16 بلس لأنه يجوي بنفس الأحجام لكن بمميزات جديدة، أهمها أنه صار عندنا السيراميك شيلد أو الزجاج الأمامي اللي على الشاشة راح يكون 50% أقوى من الجيل السابق، وبنفس الحالة راح يكون مرتين أقوى من أي سمارت فون موجود حاليا في الاسواق حسب ما تقول ابل. من التغييرات الملحوظه اكيد راح يكون عندنا الوان جديده، اهمها راح يكون عندنا لون ازرق غامق قريب الى البنفسجي، وراح يكون عندنا لون فيروزي، وراح يكون عندنا اللون الوردي الجديد اللي هاي الالوان راح تكون الوان بارزه عكس السنة السابقة الألوان كانت جدا باردة. أضافة إلى اللون الأبيض والأسود أكيد هاي الخمس ألوان راح تكون جدا مميزة وكلش حلوة. بالنسبة للون الأزرق اللي هو اللون الأساسي أشوفه هو أحلى لون. أما التغيير الثاني البارز اللي راح يكون بظهر هذا الآيفون فهو تغطية الكاميرات، بالنسبة لي هذا التصميم جدا حلو وأفضل مما كان عليه في الأعوام السابقة لما كانت تكون الكاميرات متقاطعة واحدة فوق الثانية. راح يتيح لك خاصية التصوير السبيشال فيديو والسبيشال فوتوز، هاي الخاصية اللي تقدر تتعرف عليها وتقدر تتابعها وتقدر تشوفها من خلال شنو الأبل فيجن برو. طبعا هاي الخاصية أكيد مو جدا مهمة لكثير من الناس لكن أكيد راح تكون خاصية مستقبلية. لو أنت في يوم من الأيام كان عندك هذا الآيفون وصورت بهاي الخاصية وخلينا نقول مستقبلا اشتريت الأبل فيجن برو وتريد تشوف عليها هاي الفيديوهات فراح تكون هاي الإمكانية موجودة عندك بلت إن بالموبايل، فأكيد هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى أبل إنه تغير الكاميرات بهذا الشكل. من التغييرات الأخرى اللي جتنا من العام الماضي الأكشن بطل اللي إجا من الآيفون 15 برو وهاي المرة إجا للآيفون 16 العادي ولكل سلسلة. هذا الزر جدا مهم لأنه سابقا كان عندنا زر الإغلاق أو زر الصامت أو زر اللي تقدر تسوي صامت أو رنين. أنا بالنسبة لي كنت أخلي تقريبا 99% من الوقت تقريبا موبايلي صامت، مرات أفتح هذا الموبايل على مود خاصية معينة أو على مود في شيء معين، لكن هاي المرة راح أقدر أستفاد من هذا الزر، مثلا أقدر أخليه شغلات أخرى، أقدر أفتح فيه فلاش، أقدر أسوي به اختصار معين من خلال الشورت كاتس، فأقدر أسويه حسب ما أريد، فبالنسبة لي أشوف هذا الشيء مهم جدا إنه يكون بهذا الآيفون. الشيء الآخر اللي شفناه منه هو الكاميرا كنترول. الكاميرا كنترول هذا الزر الجديد مخصص فقط علما إنه تفتح به الكاميرا وتتحكم بها من خلال الضغط. الضغطة واحدة راح تفتح لك الكاميرا، ضغطة أخرى راح تخليك تلتقط صورة، ضغطة مطولة راح تخليك تأخذ فيديو. أما إذا ضغطت ضغطة مطولة قبل ما تفتح الكاميرا، فراح يفتح لك نافذة اللي هي خاصة بالأبل إنتليجنت. راح يتعرف على كثير من الشغلات من خلال الذكاء الصناعي. راح نحكي عن هذا الشيء بوقت لاحق إن شاء الله، ممكن بهذا الفيديو، ممكن بفيديو آخر. من التغييرات المهمة بهذا الجهاز هو الأي 18. مو مثل ما شفنا بالأجيال السابقة خصوصاً بال15 وال14 كانت تحصل على معالجات الأجيال اللي قبلها مال فئة البرو، يعني الآيفون 15 حصل على معالج الآيفون 14 برو والآيفون 14 حصل على معالج الآيفون 13 برو، لكن هاي السنة الآيفون 16 و16 بلس حصلوا على معالجات مبنية خصوصاً لهم والسبب بذلك هو الأبل إنتليجنت. مرة ثانية الذكاء الصناعي راح يحتاج معالجات قوية، لذلك أبل قررت أنه تصنع لهم معالجات خاصة بهم. هاي المعالجات هي 3 نانومتر، الجيل الثاني مبنية جدا بقوة، يعني مستحيل أكو معالج حاليا ينافس هاي المعالجات، واللي إجى بستة سي بي يو 30% أسرع من الجيل السابق و 35% يستخدم مقدار أقل للطاقة، يعني همنا قوي وهمنا يحتاج مقدار أقل للطاقة. نفس الشيء بالنسبة للجي بي يو اللي إجى بخمسة جي بي يو راح يستخدم مقدار للطاقة يعني أقل وراح ينطيك مقدار قوة أكثر من الجيل السابق بالمقدار تقريبا 40%. من الشغلات اللي جدا مهمة بالآيفونات هي الكاميرات، ونعرف أنه إحنا أبل كل سنة تطور لك الكاميرات بصيغة معينة. هاي المرة أنه أبل جتك بعدسات جديدة خصوصا في العدسة الواسعة اللي هي 48 ميجا بكسل مثل العام الماضي، لكن سنسر جديد، سنسر كلش قوي بإمكانيات جدا قوية وبفتحة عدسة أقل من العام الماضي اللي يعطيك دقة خرافية جدا،
واللي راح يسمح لك انه تلتقط صورة مو بس 1x و2x. وبنفس الوقت ابل هم طورت العدسة الواسعة جدا واللي خلتها 12 ميجا بكسل واللي راح تتيح لك امكانية جديدة المايكرو فوتوغرافي اللي كانت حصريا الى فئة البرو، لكن هاي المرة همينة اجت الايفونات العادية اللي هي 16 و16 بلس، فصار عندك تقريبا عدستين لكن باربعة امكانيات اللي هي 0.5 و1x و2x. هاي الامكانيات جدا حلوة اضافة الى امكانية المايكرو فوتوغرافي، يعني تقريبا عندك 5 امكانيات التقاط صورة من خلال عدستين وكواليتي جدا جدا عالي. من الشغلات الاخرى والمميزات الجديدة اللي جت بهذه العدسات هو السبيشال فيديو، مثل ما قلنا بسبب انه الكاميرات راح تكون وحدة فوق الثانية، ومو بس السبيشال فيديو راح يكون عندنا السبيشال فوتو اللي هي الصورة تكون محيطية، صورة محيطية تقدر تشاهدها من خلال الابل فيجن، راح تكون خاصية جدا حلوة. اما بالنسبة للستايلات او الفوتوغرافي ستايل الجديدة راح تكون طفرة نوعية، يعني غير الأجيال السابقة لما كنا نشوف في الجيل السابق الستايل فوتوغرافي لما ينطيك صورة أو يعطيك ستايل معين كان يكون نوعا ما شوية بارد أو شوية حار، هاي المرة الستايل فوتوغرافي راح يكون مختلف، كأنما قالب جديد مضيوف، كأنما معالجة جديدة للصورة تقدر تعالجها قبل ما تلتقط الصورة وتقدر تعالجها بعد ما تلتقط الصورة. فتخيل أنت الإمكانية اللي راح تقدر تعدل بها هاي الصور، إمكانية احترافية قبل ما تلتقط أو بعد ما تلتقط الصورة، وكأنه فلتر، لكن هو مو فلتر، لكن هو نمط معين لالتقاط الصورة باحترافية بشكل راح يكون مختلف جدا، ومتحمس جدا أنه أجربها. إضافة إلى ذلك كانت عندنا مايكات عازلة للضوضاء، خصوصا راح تستخدم هاي المايكات بالمكالمات الفيديو وما إلى ذلك، بالمكالمات الصوتية يعني بالاتصال، وكل هاي الشغلات راح تكون جدا مفيدة. هاي الطفرات النوعية الصغيرة اللي هي شوي شوي هنا مثلا بالصور بالمايكات راح تغير طريقة استخدامك للموبايل وتحسنها، خصوصا مع التحديثات الجديدة، وإذا وصلتنا طبعا الأبل انتليجنت أو الذكاء الصناعي مال أبل راح يكون فشي خرافي جدا. وطبعا بالنسبة للألعاب هم صار عندنا دعم كلش قوي بالنسبة للألعاب، لأنه أبل مو فقط طورت لك المعالجات حتى تكون قوية للألعاب، لكن طورت لك الهاردوير نفسه، لأنه خلت به شغلات معينة بحيث أنه هاي الأجهزة ما تحمى وما تستهلك طاقة وبها بطاريات أكبر بنفس الوقت، لأنه البطاريات الأكبر راح تكون جدا مفيدة. مو فقط انه مثل ما قلنا ان المعالجات تستهلك طاقة اكثر، لكن كحجم بطارية اكبر اكيد راح يكون جدا مفيد. ابل تقول انه البلاي باك فيديو راح يكون على 22 ساعة بدل 20 ساعة بالنسبة للايفون 16، يعني بمقدار 10%. خليني اذا اريد نترجمها، مثلا انت لو تستخدم موبايلك لمدة 10 ساعات باليوم راح تقدر تستخدمه لمدة 11 ساعة، وهاي الساعة اكيد راح تفرق عندك هواية، لانه انت على المدى اليوم الكامل لما تستخدمه خلينا نقول وصل عندك مثلا موبايلك بدل ما يصرف شحن 100% راح يصرف فقط 90%، فاكيد راح يكون فرق شاسع بالاستخدام بالنسبه للبطاريه. ومو بس بطاريه اكبر صارت عندنا، صار عندنا شحن اسرع 25 واط بالنسبه للماك سيف. بالنسبه للواير ماكو اي شيء حديث عنه، لكن من خلال الماك سيف اكيد راح يكون اسرع مما كنا نستخدمه سابقا اللي هو كان 15 واط. اما بالنسبه للاسعار فراح تبدا من 799 دولار او 800 دولار بالنسبه للايفون 16 و900 دولار بالنسبه للايفون 16 بلس. اما الطلب المسبق فتقدرون من يوم الجمعه القادم ان شاء الله تطلبونه، والتوفر راح يكون الجمعه اللي بعدها اللي هي يوم 20 سبتمبر. هذا تقريبا اهم الشغلات بالنسبه للايفون 16. نجي هسه للايفون 16 برو اللي كثير من هاي الشغلات اللي حكينا عنها راح تكون موجوده به، مثل الانماط الفوتوغرافيه، مثل الكاميرا كنترول، كثير من هاي الشغلات اللي حكينا عليها بالايفون 16 راح تكون موجوده بالايفون 16 برو. معالجات هم يعني راح تكون به معالجات جديده، لكن اول شيء خليني احكي على التصميم. التصميم هو تقريبا ما اختلف هواي، نفس التصميم بصورة عامة بالنسبة للظهر. أما بالنسبة للأمام فهو الاختلاف الأكبر اللي صار هاي السنة، وين؟ بالشاشات، لأنه الشاشات هنا صارت عندنا أكبر 6.3 بدل 6.1 و 6.9 للآيفون 16 برو ماكس بدل 6.7، وهذا التغيير هو سببه أنه الحواف هنا صارت عندنا أنحف هواي وصار عندنا مساحة للشاشة أكبر. ممكن لبعض الناس هذا الشيء يكون مو مهم، لكثير من الناس الاخرى راح يكون جدا مهم. بالنسبه لي لما شفت الفيديوهات وشفت انه التليفونات من محطوطه بصف تليفونات من الاجهزه السابقه راح يبين انه الحواف انحف صارت بهوايه والشاشه صارت اكبر، اضافه الى ذلك يعني راح تكون عندنا معلومات اكثر بالنسبه للشاشه.
شاشات اكيد خرافيه ما راح نقدر نحكيها. بالنسبه للالوان طبعا الوان هنا جدا عاديه وبسيطه، اللي هو الديزرت تايتانيوم او الصحراوي تايتانيوم صحراوي، وعندنا تايتانيوم العادي الاصلي، وعندنا تايتانيوم ابيض، وعندنا تايتانيوم اسود. الوان حلوه، الوان برو، الوان احترافيه. اما بالنسبه للمعالج فصار عندنا المعالج اي 18 برو. وبالنسبه للبرو اختلافه عن الاي 18، الشغله الوحيده اللي لاحظتها هو واحد جي بي يو اكثر، يعني بدل ما يكون عندك 5 جي بي يو بالايفون 16 راح يكون عندك 6 جي بي يو بالايفون 16 برو والبرو ماكس، يعني نوعا ما اقوى من خلال الجرافيك. اضافه الى ذلك اللي هو الادفانس ميديا، كثير من الشغلات اللي موجوده بهذا المعالج اكيد راح تكون خاصه بالبرو فقط، مثل البرو موشن، الاولويز اون ديسبلاي، البرو ريز فيديو. كثير من هاي العمليات تتطلب شغلات خاصه بهذا المعالج، فهو هذا الشيء الوحيد اللي راح يختلف بها، لانه بها خصائص معينه بهذا الايفون. مثل ما قلنا البرو موشن 120 هرتز يتطلب شغلات خاصه راح تكون موجوده بهذا المعالج، لانه الايفونات العاديه 60 هرتز ما تدعم الاولويز اون ديسبلاي، ما تدعم مثلا البرو ريز فيديو وما الى ذلك، فما راح تتطلب هاي الاجزاء اللي تكون بهذا المعالج. لكن من ناحيه السي بي يو والجي بي يو الفرق هو واحد جي بي يو اكثر لا اكثر ولا اقل. اما بالنسبه للسرعه عن الاعوام الماضيه اكيد هم راح يكون بين 20 و30 اسرع، ويستخدم هم طاقه 20 او 30% اقل من الاعوام السابقه. بالنسبه للكاميرات فعندنا 3 كاميرات، هاي الثلاث كاميرات كليتها صارت بها سنسرات جديده، نفس الاحجام اللي هي 48 ميجا بكسل بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، لكن سنسر جديد. بالنسبه للعدسه الواسعه جدا كانت 12 وصارت 48 ميجا بكسل. هذا الشيء جدا مهم، ليش؟ لو شايفين من شنو تلتقطون صوره وتقربون الموبايل مالتكم ويصير عندك المايكرو فوتوغرافي او انه يغير لك العدسه الثانيه، لانه من تقرب جهاز مثلا من فشي تريد تلتقط له صوره راح يغير لك مباشره اوتوماتيكيا الى العدسه الثانيه. وهذا الشيء التغير من 48 ميجا بكسل الى 12 ميجا بكسل هو يقلل من جوده الصوره، فتلاحظ انت مثلا انت لو تلتقط صوره تحس انه الجوده مال الكاميرا قلت، فأول قررت انه هاي الكاميرات هم تكون 48 ميجا بكسل، فبهاي الحاله الجوده ما راح تقل مال الصوره اللي تريد تلتقطها حتى لو تريد تلتقطها عن قريب. بالنسبه لعدسه الزوم هنا هم صارت عندنا 12 ميجا بكسل، فصارت بالنسبه للبرو والبرو ماكس اثنيناتهم يلتقطون ب 5X، سابقا او بجيل سابق كانت 5X حصريا للبرو ماكس، هسه صاروا اثنيناتهم يدعمون 5X، يعني تقريبا كل المواصفات هسه توحدت بين البرو والبرو ماكس. فانت لو تحاب تاخذ البرو بسبب انه مثلا حجمه اصغر او بسبب انه سعره راح يكون اقل، فراح تحصل نفس الخصائص، ما راح يكون بيها اي اختلاف. من الخصائص الجديده الخرافيه اللي اكيد راح تكون بهذا الايفون هو الفيديو، ونعرف احنا انه الايفون هو احسن جهاز تقدر تصور به فيديو. من خلال ال 120 هرتز الجديده اللي راح تقدر تسوي بها سلو موشن خرافي، اللي تقدر تسويها وتختار على حسب الاطارات اللي انت تريدها، هو راح يلتقط لك 120 فريم، تقدر تختار 60 فريم، تقدر تختار 30، تقدر تختار 24، او تقدر تبقيها 120 اذا كنت تريد. راح ما تحصل سلو موشن لكن راح تتحصل فيديو ماخوذ 120 فريم 4K. هذا هو من الاشياء الجديده الحصريه اللي راح تقدر تحصلها بالبرو وما تحصلها بالفئه العاديه، اضافه الى تصوير خاص احترافي اللي هو دولبي فيجن. اما بالنسبه للمايكات الاربعه الجديده اللي راح تكون موجوده بهذا الجهاز فراح تصور لك سبيشال اوديو. تذكرون حكينا على سبيشال فيديو وحكينا على سبيشال فوتو، هاي المايكات الجديده بالايفون 16 برو والبرو ماكس راح تخليك تتمكن انه تسجل صوت سبيشال اوديو او صوت محيطي، يعني شايفين من تصورون كانما انت قاعد تصور باستوديو، فالصوت ينتقل من مكان لمكان بطريقه جدا غريبه، هو هذا السبيشال فيديو اللي راح يكون احترافي جدا. وبالنسبه للبطاريات هم راح تكون عندنا بطاريات اكبر، ابل تقول انه 4 ساعات بلاي باك اكثر، يعني هم حوالي تقدر تقدرها بمقدار 10% بطاريه او عمر بطاريه اطول بهاي الايفونات، والايفون 16 برو ماكس راح يكون هو اكثر عمر بطاريه باي ايفون على الاطلاق. بالنسبه للاسعار راح تبدي من 1000 دولار بالنسبه للايفون 16 برو، اما 16 برو ماكس راح يبدا من 1200 دولار، والاختلاف انه الايفون 16 برو يبدا من 128، الايفون 16 برو ماكس يبدا من 256 ويوصل الى 1 تيرابايت طبعا. فبالنسبه للاسعار اللي مثل ما قلنا الايفون 16 800 دولار، الايفون 16 بلس 900 دولار، الايفون 16 برو
$1,000 الايفون 16 برو ماكس يبدا من $1,200. الطلب المسبق راح تكون ان شاء الله يوم الجمعه القادم، والتوفر راح يكون ان شاء الله من يوم الجمعه الاسبوع القادم اللي هو 20 سبتمبر. بالنسبه لي اكيد الايفون 16 برو ماكس واحد من الموبايلات اللي راح اطلبها. ممكن اطلب ايفون اخر اللي هو ايفون 16. انتم قرروا اي لون من هاي الالوان حابين تشوفون، حتى نسوي عليه مراجعه ونشوف الفروقات اللي حصلها هذا الايفون، هل تستحق الشراء او لا. طيب هسه انت لو عندك مثلا ايفون 15 او عندك ايفون 14، يعني مال الاجيال السابقه مال سنه او سنتين، هل يستحق انه تغير للايفونات الجديده او لا؟ هذا الشيء يعتمد على انت شنو تريد. اول شيء، هل اكو وحده خاصيه من هالخواص الجديده انت تريدها كلش، تحتاجها كلش، خصوصا مثلا البرو بخاصيه ال 120 فريم وتريد تصور باحترافيه، المايكات الجديده وتريد تستخدم التصوير احترافي؟ اكيد انه انت هذا لواحد من الاسباب اللي تريد، اكيد انه يستحق وبمميزات كلش قويه وبمميزات خرافيه، فاكيد يستحق. لكن لو انت استخدامك عادي، استخدام بسيط، استخدام يومي، تستخدمه من التصفح للاستماع للما شنو، فما راح تشوف ذيك الفروقات الشاسعة. ممكن في منطقة معينة، ممكن في شغلة معينة مثل الكاميرا كنترول اللي راح تكون اكيد جديدة، او الاكشن بوتن لو انت كان عندك مثلا ايفون 14، اكيد هاي الشغلات ممكن تكون مهمة بالنسبة لك، لكن بصورة عامة ما راح يكون. اما اذا عندك الايفون 12 12 برو، كل هاي ايفونات اكيد لازم هسه تغير، لانه الايفون 12 او سلسلة الايفون 12 واقدم يعني استهلكت هسه كثير من الشغلات راح تنزل، خصوصا الابل انتليجنت او الذكاء الصناعي. طبعا الابل انتليجنت ما راح تنزل مباشرة مع هاي الايفونات اللي راح تم طرحها الاسبوع القادم ان شاء الله. راح تنزل اول خصائص هاي الذكاء الصناعي على مراحل، واولها راح يبدي من الشهر القادم، وراح ينزل بس باللغة الانجليزية، وراح ينزل بس بامريكا، وبعدين بنهاية السنة راح تنزل بدول اخرى، وبعدين بالسنة الجاية راح يبدون يطرحون لغات اخرى مثل الصينية والفرنسية والالمانية اتوقع. فعلى ما يوصلنا احنا كعرب يعني ممكن تكون 2025 2026. فانت لو مشتري هاي الايفونات على اساس والله انه الابل انتليجنت تريد تجربها وما ذلك، فانسى هذا الموضوع. على اقل تقدير 6 شهور الى سنه يلا ممكن توصلنا، وممكن ما تترجم العربيه، وممكن بعد سنتين تصير عربيه. فما انصحك تشتري هاي الايفونات على اساس الابل انتليجنت، انتظر بهذا بالنسبه لهذا الخصوص. اما اذا تريد تحدث وعندك فلوس حدث. اكيد انا واحد من الناس احب احدث واحب يكون عندي موبايل جديد دائما، لذلك احب دائما يكون عندي الموبايل الافضل، وهم انا لانه حتى اصوركم اياه واشوفكم اياه. وبس كالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك، تشتركون بالقناه وتفعلون زر الاشعارات، لانه راح تنزل فيديوهات جديده هواي ان شاء الله هاي الفتره. سلام. Thank you.